انا خوتي بخير مزيانين. اجبرتوني عاد خرجت داخل، والله العظيم اجبرتوني عاد خارج من عند الطبيب. الطناش دابا شمن ساعة دخلت اصلا كانت عندي الستة، شمن ساعة كانت عندي الستة، كانت عندي الستة ف كانت عندي الستة في 12 وتولد في الورقة، انا ما عارفاش، ولكن شدوا من عندي هذيك الورقة القديمة، شدوها من عندي وهي هذاك، قالوا لي زعما ماشي مشكل صافي. دابا جبرتوني غادي نمشي بحالي، ما غنلحقش نعود في الواحدة، انا هو تن انا هو تن لاخر تن تن ستة العشية، ولا نعود مع الباترون في الاربعة، نعود مع الباترون فهمتي. المهم عطاوني واحد 3 شهور عاد رجعنا عندهم اخر، المهم دوزني وهادي، قال لي زعما ما تكونش عندك يعني بريسة باش تعمل العملية، يا الباب كتحل ولا ما كتحلش؟ اه خلي زعما ماشي مزروب نعملو العملية، لا شفتي راسك زعما تزاد الحال وهادي، نعمل لك العملية بصح زعما الكونسيخ اللي عطاني قال لي زعما حنا نتبعوها، نتبعو الطبيب، المهم حنا ماشيين معاه كنراقبوها. دابا خرج لي واحد بومادة عطيها لي، قال لي هادي بقا تستعملها، ها هي انا، قال لي بدا عمل واحدة في الصباح واحدة في العشية في الليل قبل ما تنعس على حساب ديك الضبابة وهادي. ودابا 3 شهور عاد نرجعو عندو ان شاء الله يا ربي يعاود، لكن حتى انا حنايا دابا هو قال لك زعما حنا غنمشيو معاه بشويه بشويه، يعني الا مشات زادت كبرات وهادي غنزولوها، حيت حاليا دابا فهاد يعني هانتوما عارفين راه شرحتكم هادشي، راه كتسمى غيزغو هذا ما كان الاخوان السبيطار كيفاش نوا شايده بالطاوله. دابا غنشد اي طرامبيه، يا كامونا يا بلاصه اسبانيا يا اولا ديك افيني اغرانسون، ولا هذاك اللي كتهبط المحطه مسميه كاريتيرا دي اركو، المهم اللي جات في الطريق غنمشي فيها. المهم تنتاخر غادي ومن بعد عاود ثاني راكم عارفين، والله العظيم الجو دبا غدا تاي وبايصر بالزيت الزيتونه. اي الله دابا 3 شهور، يعني انا كنت خوفا غير يعطيني الستة في الوقت اللي انا غوت فين النهار. دابا ان شاء الله نطلبوا الله يكون خير، دعوا معنا بالشفاء خوتي. هذا ما كان الاخوان، المهم انا دابا غنخليكم حتى انا هو السنترو، المهم نمشي لشي بلاصه اخرى غنصور لكم. انا ولد على رجلي، الناس كطلع في السنسور هنايا، كيكون واحد مزروب مثلا غير هرب على الطوبيس ولا حاجة، التاكسيات كاين في باغا، التاكسية كاينة هي فهمتو. وانا نعود لا تالية، باغي خصني نتسخر، لا شفت راسي عن كاز غنبقى تنستة، شفت راسي نعود حالي مع الاربعة، كاين في الاربعة ولا نعود مع الثلاثة مع الباترون، الباترون كيسكن هنايا فهمت. دابا غنمشي للطوبيس، ايوا تما تما كلشي تما. هذا ما كان الاخوان، والطناش ديال النهار صح، الستة كانت عندي في 12 وتولت، والستة في الواقع القديمة 11 وتولت. مشيت عندها قلت لها اللي كان، قلت لها انايا راه بدلوا لي الستة فعوت ما نجيب الورقة جديدة، جبت الورقة القديمة. قالت لي ماشي مشكل انا غنشوفك واش كاين في الليستة وصح، جبرات لي في الليستة قالت لي ولكن عندك حتى 11 حتى 12 وتولت. وي داك سرباوني يا اخي، والله الا سرباوني، برافو لي. دابا شنو قاطعين هنايا الطريق، شنو كيصلحوا شي حاجة فهمني باراد؟ اه شوف اخي هنا كيعملوا شي حاجة، عامين الناس منين غيدوزون باراد ديال الطوبيس. هذا راه كامل باقي ما هاد السبيطار اخوتي راه كبير، هانتوما تشوفوا هاي عفينا كاين اورخين سياس هنايا وليه، هادي هي البارادة ديال الطوبيس فوتناها حيت كيصلحوها واقيلا. مشا هايدا دابا غنوقفو هنايا نستناو الطوبيس، هادي هي البارادة ديال الطوبيس حيت تما كيصلحو عملوها لهم هنا. هادشي اللي بان لي انا،
كيصلحوا ما عرفتش انا هادشي هذا تخربق كامله. هي نورمالمنتي باراده ديال الطوبيس ليه وهادي كديك نهار خنسيس الطريق هادي دابا انا غنمشي لنا ضرب الدورة. هاهي الباراده ديال الطوبيس شتوها كيصلحوها علاش كيعملو تماك بوب 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 البحاري ديال الميمنة عشير. يلا خوتي خليكم دابا حتى نمشي لليان ونكملكم معاها. يلا خوتي ها السبيطا كيفاش كيبقى كيبان شو مشا هيدا شو الطرامبيلي مبقاتش تماك اخو. المهم انا غنمشي من هنا غنمشي لواحد الجمعية تشوف شنو كيقادو تماك مع المهاجرين حتى نقطع من داك الشاطئ اللي هان ومن بعد عاود تاني نكمل لكم. المهم دابا هو فحال السنتر ان شاء الله ما غاديش نهوت فحالي دابا تاع العشية. خوتي صبرتوني في السنتر الكوميرسيال ديال الكامبو. الكامبو هو كيسميوه اوشو في فرنسا، كاين فرنسا سميتو اوشو، لكن محلات كاين تيندات كاين قهاوي هاكا عارفين كاع هاد السنتر كوميرسيال فين مشيتي كاين في اسبانيا. دابا ما علينا انا غادي نكون تقداو هادي ومن بعد نكملكم في الفيديو. واذا بقات لي شارجيتو شي حاجه اخويا مش صح في السنتر كوميرسيال وهادي خوتي جبرتوني في السنتر وانا كنجبر الناس اغلبيه دابا كيجيو من ديك الجهه ديال الادوات المدرسه. دابا ما جيت دخل المدرسه وكتعرف هنا بنادم كلشي كيجي شويه الادوات وهنا الغلا الصراحه هاد الله زعما العيوب صغارين هنا والله العظيم دوك كندور انا نجبر لك ميلان اخ دي عينك الايام ديالنا اخ. هاي شوف عقلت على هادي كنا كنديوها مربعة في المغرب ميلان هاي عامل لها جوج اورو 55 تقريبا نقول لك واحدة المهم 250 260 درهم هاي داك اش كنقول 160 درهم اش كنقول 20 درهم جوج الاورو 25 درهم 26 درهم تقريبا فيها خمسة تقريبا شي 50 واحد 6 درهم الوحدة غاليين هاد الشيخ شوف هادو 11 الاورو اخوتي 12 هاد الادوات المدرسة عندهم غاليين هنايا الاخوان اي والله اللي عنده العيلة هنايا كيقراو مدرسة انتما كتشوف دابا جات الدخول المدرسي كلشي هنايا مجموع بروموسيون نو سي كي دابا تجيها كاملة الادوات المدرسة واطفال داكشي هانتوما كتشوفو هادوما 23 30 درهم 32 درهم اخ كاين موالاط كلشي كاين اخ ناودو فحالنا نجي هاد الماكلة انا هادشي غير خاطيني اي والله هادشي هدا باقي بعيد عليها انا عامل لهم اوفيرتا بعد النوبات كيعدلو اوفيرتا اورو الحاجة هنا كينزلو لك الحاجة هنا كاملة تساوي اورو فهمت انا هادو نتي هاد مأكولاتي هنا كاين غير التيليفونات داكشي الالكترونيك داكشي الجردة انا هادو نتي هاد مأكولاتي والاخضر خضرة هما راك عارف حنا خصنا نتسوقو خصنا نشوف كرسنا فهاد الساعة بغيت ندي شي حاجة ما جبرت ما ندي تما الصالح حق هنا سلا ما دينا مجهود ما دينا احنا خوتي خرجنا من ديك السنتر كوميرسيال دابا جبرتوني هود نبقى مونال مشي عند الكزار عندي ما عنده شي حاجة ده تقضي عاود تما كتعرف اجدادي اكبادي راكم عارفين من تما عاوتاني مركادونا ومن بعد مشينا من شي قهيوة وهادي هسا انا ود بحالي الدار هانتوما شفتو النهار كيفاش كندوزوه هاي جري عليا جري عليك اخ والله العظيم هاد اسبانيا هادي النهار اللي غتسطن فيها اقسم بالله غتولي كتسابق مع الوقت ماشي كتسابق مع الزمن على حساب باش تعيش وكدا بنادم عايش عايش سوا كيما جابت الظروف غيعيشك ولكن
هاد الارض هادي ما غتبقى تشبع الناس بحال اللي كنتي في المغرب، ما غتبقى تولي مرون غير مع الكواغات. اول حاجه غتجي اسبانيا غتبقى مرون غير مع البروبات، هذه شهاده السكن، هذه الترخيط، هذا الطبيب، هذه الترخيط، هذه المدرسه، هذه الطوبيس، هذه الريسيت، هذا الطبيب. وانت هنا كتجمع فاش كتسالي كتدفع، عاد دفع قال لك تسال نبدل الباسبور، هذه فاش تدفع يجاوبك، عاوتاني قال لك خصك تخدم بيهم الوراق تيمبورال كداش، كتخدم بيهم العام الاول كتجدو العام الثاني التيمبورال، وانت ماشي كنا كيمشي القديم كيبان جديد. والله اخوتي هذه هي الحياه هنا في اوروبا، كتبقى دابز مع الوراق ديالك خصك تصحهم، قال لك انا ما نقدرش تفاير عندك البارو، هادي خوك الكوتيزي خصو يجمع الضمان الاجتماعي، المهم لا حوايج انت الدنيا كتجري وانت جاري موراها. والله عاد ما تشبع نعس، ما تشبع راحه، ما تشبع مسيريا. اي والله الواقع هو هذا، اقسمك بالله. يلا نخليكم دابا خوتي نمشي عند قزه ومن بعد عاود الشارع هو هذا اللي كيسميوه كامونال، هذا هو كي فيتوريا نيت اللي وريتكم في الاول الفيديو، قلت لكم هذا هو كي فيتوريا، هذاك اللي في كاين داك العود، وهذا كيبدا من تما هو طالع اخوتي، هذاك حتى هذا كاي فيتوريا ولكن مسمي كامونال. يعني فاش كنقول لك كامونال يعني في كاي فيتوريا ولكن الجهه الفوقانيه دخلت بروس. وهذا الشارع هذا اخوتي هذه كتسمى، هذه كتسمى افينيدا اسلاس اسلاس بالياريس ولا اسلاس كاناريس، ما بقيتش عاقل. المهم هذيك تطلع حتى عندك الهوبيطال اللي كنت فيه، هذيك تطلع حتى عندك السبيطار، يعني لقيتي كتفحص عينك طالع نيشان. انا هوت مع هذا الطريق قبيلاتي ولكن قلبتكم دخلت من السنتر كوميرسيال، يعني اختصرت هوت كان فلوغي فهمت، تما الترانسبورتي موجود هنا. المهم دابا غندخل عندك الزرا هو هنايا مع الدوره، ايوا من بعد عاود ثاني نشوف شنو كان هو هنايا. كي واحد الزر هنايا ملالي، تحيه الناس بني ملال، شحال ديك واحد الجزائر فاينه فين ديك الحمراء راه هي تحت ديك الشجره هي كتبان ليه، دابا ما بقاش. كاين واحد الجزائري هنايا وكاين واحد ملالي، كاين بزاف، كاين واحد الجزائري اخر. المهم هاد الكاي هذا راه عامر بالجزاره جهه كامون فيها العرب فهمت. المهم ما نعرف واش باقي محلول ولا لا، هادي الزوج وربح. المهم ها هو كاين الباركي هنايا، ها هو اون فاصلي اللي كاين فين هاد الشارع نيت، حيط فالي التليفون واخا شارجينا قبيلات. شوف نشوفو هو واش تما ولا ما كانش تما، ها ما كانش عند تسخر مع عند جامل في المحطة واحد الوجدي واقيلا، المهم ما عرفتش مين هو ولكن المهم كاين واحد حدا المحطة. كان كيعجبني تسخر من هنا خوتي صراحة الله، هاد الجهه شويه حاجه نقيه. واه غادي نشوف شنو كاين هنايا، ها هو الكزار. استغفر الله العظيم، واقيلا غنجبرو الشد. باركي هنايا الناس كتباركي شادين الطريق اصاحبي، ما هضرني شوف اصاحبي. نعرف واش كاين ولا ما كاينش، باقي محلول اخ الله العظيم اخ. اخوتي حنا خرجنا مع الكزار دينا ما عندو شي حاجه ديال انتما كتعرفو المسائل ديال الدار، جبنا الدجاج ما عندو شي كبده اخ، كبده مقاتلوش، جبنا قزبور ومعكم تم. دابا نمشيو نتغداو ونعملو شي قهوه ونريحو ومن بعد نشوفو اش غندير. المهم اخوتي حتى لي نهايه الفيديو، كنتمنى يعجبكم، كنتمنى تدعموا القناه وتفعلوا. يلا تهلاو في راسكم، الله يعيط اخي. هذوك اللي كيكذبوني اخوتي ها هما كيضربوا الدوره، ما فزت المحطه اخوتي، ها هما والله الا ها هما ما ضاربين الدوره، كتشوفوا الناسيونال ها هما كتشوفوهم كيفاش ضاربين الدوره، غايجيو غايوقفوا علينا.